هو ده اللي انا كنت منتظره في ارك شبويا من جوجيتسو كايسن الموسم الثاني. الحلقه 9 فعلا رهيبه من كل النواحي، فيها عنصر مفاجاه، فيها حماس، فيها صدمات، وفيها دمويه بشكل كبير جدا. وفي كام صدمه شفناها في الحلقه دي هتغير مسار القصه في الحلقات اللي جايه، خصوصا صدمه جيتو وحبس كوجو. فعلا بالنسبه لي دي اول حلقه تلبي توقعاتي من ارك شيبويا، واتمنى ان كل الحلقات تفضل بنفس المستوى واحسن. طبعا قبل ما نبدا بملخص ومراجعه الحلقه، بس ما تنساش تكون مشترك معانا، عشان هنا بنراجع جوجيتسو كايسن اول باول وبنتكلم عن حاجات مثيره جدا في عالم الانمي والمانجا، فخليك مشترك معانا وما تنساش تصلي على النبي. ويلا نبدا على طول. بدايه الحلقه كانت تمهيديه وجميله جدا، بحيث ان هو خلانا نشوف برزنتيشن بسيط كده وهم قاعدين بيسالوا كل الناس عن كوجو، في اللي بيقول عليه معلم، في اللي بيقول معرفش، في اللي بيقول اناني وحقير وكلام كتير كده، ولكن كلهم بيجتمعوا على حاجه واحده واللي هي انه الاقوى. نوعا ما العرض الصغير ده حمسنا وخلانا نحس فعلا ان كوجو هيدخل في مواقف تقيله جدا. المهم بندخل في الجد على طول وبنكمل احداث الحلقه اللي فاتت، وبنشوف كوجو واقف مكانه كده، ولكن قرر ان هو يخلص عليهم وهيقتلهم وش الوش. بيقول لهم انتوا مش عايزيني اهرب صح؟ انا هبدا بنانامي وهخلص عليه. بيقف ما بين جوكو ونانامي والاثنين كانوا هيضربوه، ولكن المفاجاه بقى ان كوجو بيستعمل القتال اللي بالايد، مش بيستعمل قدراته، لان احنا عارفين ان تضخيم المجال بتاعهم ده بيجبر كوجو نوعا ما انه ما يقدرش يستعمل اللانهائيه، فبالتالي هو بيعزز قدرته الجسديه وبيخلص عليهم بمنظر رهيب جدا. في الاول بيقطع ايد جوكو بالمنظر الوحشي ده، نانامي بيحاول يضربه ولكن بيتحدف بعيد جدا، وبيقول غالبا كوجو قال ان هو هيخلص عليا في الاول عشان كان عايز يعمل تمويه، ولكن هو مركز مع جوكو. بتشوف شوكو بيترمي بالمنظر المضحك جدا ده، ولكن نانامي بيقع في الفخ وبيتخلى عن تضخيم المجال، فكوجو بينط عليه زي البهلوان على طول كده وبيمسك عينيه واللي هو المكان الحساس الوحيد في جسمه عشان بنيته الجسدية قوية جدا، بيمسكها وبيخلعها بالمنظر المجنون ده، تحس ان كوجو سايكو فعلا. فكده نانامي وقع في الفخ عشان تخلى عن تضخيم المجال، ولكن جوكو لسه مستعمل تضخيم المجال عشان كده لسه ناجي لغاية دلوقتي. المهم هما الاتنين بيهجموا على كوجو بقدرة تضخيم المجال، ولكن المرة دي بقى نانامي خلاص تعب خالص ومش هيقدر يستحمل، لذلك بتشوف ان كوجو فعلا بيستغل الفرصة دي وبيفضل يمشي بالمنظر البارد ده وبيضغطوا في الجدار لغاية ما ينفجر. في اللحظات دي جوكو كان بيهدده وبيقول له أنا هحرق كل الناس دي، ولكن كوجو مش مهتم خالص ومش بيدخل المشاعر، لأنه عارف إنه الكلام فاضي ومركز دلوقتي إن هو يخلص على نانامي بس. وفعلا مرة واحدة الموضوع خلص تماما وما تبقاش غير جوكو. في اللحظة دي بنرجع للفلاش باك وبنشوف إن هما قاعدين متجمعين كده، وجيتو اللي المفروض إنه جيتو لغاية دلوقتي بيكلمهم عن الخطة بتاعته، بيقول عشان يفعل بعد السجن او الاداة الملعونة بتاعت قيد السجن بتاعته دي، لازم يخلوا كوجو واقف في مسافة 4 أمتار ما بين الاداة وما بينه، وبرضه يفضل واقف لمدة دقيقة. جيتو كان واثق جدا، ولكن جوكو كان متوتر وبيقول ان حاجة زي كده مستحيلة، ازاي هنخلي كوجو يقف دقيقة كاملة؟ حتى 1000 متحول بشري مش هيكونوا كافيين ان احنا نعمل الجنان ده. بنرجع تاني وبنشوف بقى لقطات هستيرية ورهيبة جدا، جوكو هو طالع يجري من كوجو عشان خلاص هو متوتر ومش شايف انه يقدر يعمل اي حاجة، عمال يرمي البشر على كوجو كتمويه ولكن ما بتعملش حاجة خالص. جوكو بيطلب مساعدة شوسو وبنشوف ان هو فعلا دموي جدا الراجل ده، بيستعمل تقنية تلاعب الدم بتاعته وبيخترق 3 رؤوس بريئة كده، ولكن ما بتعملش حاجة برضو خالص على كوجو. لغاية دلوقتي كل حاجة كانت جميلة في الحلقة، ونوعا ما انا كنت متوقع كده، لان احنا نتوقع ايه من كوجو يا جماعة؟ لازم طبعا يعمل كل ده ولازم يحط عليهم ويكون هو الاقوى في الساحة، ولكن الاحداث بتاخد منعطف تاني اول ما بتجيلنا الصدمة. يوجي لما نزل للطابق ده عشان يشوف مين الفتاة المسكينة اللي قاعدة كده، عارف ان هي بشرية متحولة وان في قطار مليان بالوحوش المتحولين رايحين للمكان اللي فيه كوجو، وفعلا الكل بيسمع ان القطار جاي خلاص والكل فرحان على اساس هيروحوا، ولكن هنا الصدمة، وشفنا برضو ان كوجو مصدوم جدا، القطر ده فيه 1000 بشري متحول. في اللحظة دي القطار ابوابه بتتفتح وبيطلع ال1000 بشري متحول، والناس كلها في حالة هستيرية من الفزع وفي فوضى بتعم المكان. ملاحظة بسيطة هنا يا جماعة، الصراحة انا كنت عايز اللقطة دي تكون مرعبة اكتر، كنت عايز الوان داكنة على قوس تمر
مرعب على شوية رسم حلو كده. انا مش متضايق من اللقطة، ولكن كنت مستني فايب مرعب اكتر في اللقطة دي، لان هي فعلا لقطة تستحق. ولكن شفنا ان كان في تسليك شوية في الرسم وفي القسط، ولقطة عدت على السريع كده، ولكن لا تزال لقطة فخمة ومفاجأة كبيرة جدا. طبعا كوجو واقف مكانه وبيحاول انه يكون هادي ومتقبل الوضع تماما. 3-1، ماهيتو، تشوسو وجوكو دلوقتي ضد كوجو. جوكو بيقول لكوجو جملة صحيحة ومهمة جدا، بيقول له انت ممكن تتقبل الضحايا اللي الارواح الملعونة بيقتلوها، ولكن ما تقدرش ابدا تتقبل الضحايا اللي كوجو بيقتلها. فده معناه انك هتفضل واقف هنا ومش هتقدر توسع المجال، عشان لو وسعت المجال كل اللي حوالينا دول هيموتوا. في اللحظة دي انا فعلا كنت منتظر اعرف ايه هو قرار كوجو، لانه فعلا موقف صعب جدا. ما كنتش عارف هو ازاي هيفكر، هل هيضحي بالناس اللي حواليه، هل هيعمل حاجة جديدة، هيعمل ايه بالظبط، لغاية ما بتيجي اللحظة وبيقول توسيع المجال. في اللحظة دي انا حرفيا اديت ستوب على الفيديو من الصدمة، وقلت معقولة كوجو عملها؟ معقولة هيوسع المجال ويقتل كل الابرياء اللي حواليه دول فقط عشان يخلص على الارواح الملعونة؟ كانت صدمة كبيرة جدا، ولكن بعد ما كملت الحلقة فعلا كوجو عمل حاجة ذكية جدا. كوجو بالحدث والذكاء بتاعه كده افترض ان هو محتاج فقط 0.2 ثانية من توسيع المجال عشان يثبت كل اللي حواليه ولكن ما يقتلهمش. بمعنى انه وسع المجال بتاعه فقط ل 0.2 ثانية. 0.2 ثانية دي كانت كافية ان هي تملى كل دماغ بمعلومات نص سنة. توسيع المجال بتاع كوجو بيشتغل على اساس انه بيملى الدماغ بمعلومات لا نهائية، لدرجة ان العقل بيتثبت وما بيقدرش يستعملها زي ما حصل مع جوكو في الموسم الاول. فعلا الخطة بتنجح والكل بيثبت مكانه، ودلوقتي بتشوف كوجو بسرعة جدا بيخلص على الالف متحول بمنظر فخم جدا جدا، عمال يقتلهم كلهم وفعلا بيخلص عليهم في 299 ثانية فقط. وخلاص بعد ما كوجو عمل المهمة المستحيلة دي وخلص على الالف بشري المتحول، اكيد طبعا هو حاسس بارهاق او ممكن يفقد تركيزه لبعض الثواني، وفعلا جيتو بيستغل اللحظة دي. بيظهر مرة واحدة وبنشوف بشكل مرعب جدا الاداة الملعونة دي واللي هي بعد السجن. كوجو اول ما شاف جيتو على طول بيتساءل هل هو ده ولا ده شخص مزيف. على طول بيجي شريط الذكريات وبيفتكر كل اللحظات الجميلة مع صديقه القديم. جيتو بيقول له ازيك يا كوجو، لسه فاكرني ولا لا؟ وكوجو لسه مصدوم طبعا وبيحاول يعرف هل هو ده ولا لا، ولكن للأسف كوجو بيقع في الفخ. هو فعلا كان على بعد 4 أمتار من الأداة الملعونة دي وفضل دقيقة كاملة واقف. ده ببساطة لأن جيتو كان محضر في الأول أن الدقيقة دي هتكون في دماغ كوجو، وللأسف بيتم تقييد كوجو بالمنظر ده. بتشوف بقى حوار جميل جدا. كوجو متعصب وبيقول لجيتو عيني بتقولي أنك جيتو، ولكن روحي بترفض ده تمام. انت مستحيل تكون جيتو، انت شخص مزيف. وفعلا بتظهر المفاجأة الكبيرة، جيتو الحقيقي مات من زمان. وبنشوف بقى ان جيتو ده عمال يشيل الخيط اللي موجود في جبهته الغريب جدا، بيرفع راسه وبنشوف حاجة زي العقل وعنده سنان كده موجود في راس جيتو. العقل ده بيتحكم بجسم جيتو فقط وهو اساس كل المصايب. اللقطة مرعبة يا جماعة، ولكن بالنسبة لي اول ما شفت التصميم ده افتكرت على طول وحوش النينجا تيرتلز او سلاحف النينجا، كان نوعا ما حسيته نفس التصميم. في اللحظات دي بتشوف ان ايتادوري خلاص متجه برضو لنفس المكان، بيكلمه من خلال السماعة الغريبة دي شبه ميكامارو، وبيقول له المصيبة اللي حصلت واللي هي ان خلاص تم ختم كوجو. اتوقع واضحة لينا كلنا ان الكاتب خصف كوجو ان هو يتختم بالمنظر ده، عشان كوجو لو متحرر حرفيا كل الاحداث هتكون حواليه ومش هنضطر نشوف اي شخصيات تانية، ودي واحدة من سلبيات كتابة شخصية اوفر باور وقوية جدا للدرجات. الكاتب مش هيقدر يتحكم بيها بشكل سلس، لدرجة انه احيانا هيجبر انه يوقفه او يبعده عن الاحداث زي ما حصل في الحلقة دي مع كوجو. الصراحة ما عجبتنيش برضو كلمة كوجو اول ما اتحبس بالمنظر ده وقال في نفسه انا خلاص انتهيت، هل هي دي النهاية؟ كلمات زي كده ما توقعش ان هي تخرج من شخصية كوجو. فالصراحة بالنسبة لي في اخر لحظة كده حسيت ان الكاتب بيسلك، عايز يحبس كوجو على السريع كده عشان نشوف بقية الشخصيات، وده لازم اصلا يا جماعة. حلقة جميلة جدا بكل المقاييس، ولكن لسه مستني اكتر من ارك شيبويا. المستوى رهيب جدا في الحلقة دي،
ولكن انا مستني مستوى اكبر، لان بالنسبة لي يا جماعة حتى لو كل حلقة فضلت بنفس المستوى ده اللي هو اوريدي اسطوري جدا، هيكون الارك اسطوري طبعا، ولكن مش هيلبي توقعاتي ومش هيلبي كل الزيطة اللي حصلت على الارك كل السنين اللي فاتت، لان زي ما قلت قبل كده انا مستني ارك يفضل في الذاكرة ويفضل ايقوني لفترة طويلة جدا. حلقة زي كده رهيبة جدا طبعا، ولكن مستني اكتر الصراحة. تقييمي للحلقة 9 هو 9/10. الاهم من ده كله مستني كل ارائكم في الكومنتات، ايه رأيكم في الحلقة؟ هل انا كنت قاسي حبتين في كام حكم كده؟ هل بتتفقوا معايا ولا عندكم وجهات نظر تانية؟ وكالعادة ما تنسوش اللايك الشير السبسكرايب، الكلام ده بيفرق جدا يا جماعة. وما تنساش تدخل تشوف اخر فصل من مانجا وان بانش مان، واحنا بنشوف سايتاما هو بيرفع ثقوب سودا بدل الحديد، او شوف اخر فصل من مانجا بوروتو اللي واضح ان الاحداث بتاخد منعطف تاني وكل حاجة بقت حماسية جدا جدا. شكرا ليكم، وكان معاكم نرد الانمي.